التي لو تم انسحاب أي فرس من الأفراس ستدخل، ابتكارية أيضا من الأفراس الاحتياطية. لم تسجل أي انسحابات، رفعت الراية البيضاء في هذه اللحظات استعدادا للانطلاق على بركة الله تعالى. في شوطنا الأول، أول الأشواط في الحفل الثامن على مسافة 1650 مترا، وكما تشاهدون الآن الاستعدادات قائمة، الراية البيضاء واضحة، فتحت البوابات وانطلقت الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات. في شوطنا الأول على مسافة 1650 مترا وقيمة الجائزة 27,000 ريال، والمقدمة لواره الآن وارم محمد عبد الله فهد العليوي في المقدمة مع محاولات الآن لقيمة في المركز الثاني، والمحاولات تأتي كذلك وشاهدها للأطلسية من الخارج الآن الأطلسية، وكذلك قيمة في المركز الثالث والمقدمة والصدارة لواره الآن في مقدمة الأفراس المشاركة في هذا الشوط، الشوط الأول. الكل يريد أن يخرج من هذه الفئة، فئة الأفراس التي لم تربح، التنافس على شد، الاقتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات مع التنافس المثير في هذه اللحظة. أشاهد الآن أيضا نشوة زعم الآن في المركز الثاني والتقدم في هذه اللحظات، نشوة زعم مع محاولات أيضا للتقدم، أشاهدها كذلك لقسمة من الخارج الآن، المحاولات تأتي، التنافس على شد، المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات، والتنافس بدأ يشتد في هذه اللحظة، التقدم لتوتة الآن في هذه اللحظات، المنعطف الأخير، وتوتة تتقدم الآن في هذه اللحظة مع محاولات أيضا من نشوة زعم الآن، التنافس على شد، توتة ونشوة زعم، المنافسة الشرسة في هذه اللحظة مع محاولات من قسم الآن من الخارج، المحاولات تأتي كذلك لتبارة، تبارة تأتي وكذلك توتة، توتة توتة للمركز الأول بكل قوة، توتة لأبناء عبد الرحمن حمدان المرغلاني للمركز الأول بكل قوة، توتة في المشاركة الثانية.